المقادير على الشاشه. مكرونه بلدي سويسي بيضه زي الفل، خاليه من الحسك اللي هو الشوك، ما فيهاش غير الشوك اللي في النص وبس. معانا التوم، معانا شويه بابريكا، شويه كركم، معانا كمان سمسم مهم جدا، ومعلقه طحينه والملح والكمون والكزبره. اقول تاني المقادير على الشاشه: ملح، كمون، كزبره، ومعانا كمان معلقه من الطحينه، السمسم، وما تنسوش البابريكا والكركم. تعالوا مع بعض نعمل الخلطه كده سريعا. معايا كبه بحط فيها، اللهم صل على النبي، شويه توم، يعني تقريبا للكيلو مكرونه بياخد التوم ده كده، معلقه توم كبيره، حلو قوي، وشويه الملح، ومعلقه طحينه، معلقه طحينه واحده بس. ايه السر في معلقه الطحينه؟ الكلام ده هنشوفه دلوقتي مع بعض، ايه تفاصيله واحنا بنقلي المكرونه. في معلومه غير معلومه كده دايما بقولها، لما اقول لك وقت الكلام يتقال الكلام، يعني معلقه الطحينه ديت لها دور، واحنا بنقلي المكرونه هقول لحضراتكم دورها ايه. معانا اتصال، مين من الحبايب؟ الو، الخلطه بتاعتنا مع بعض اهي، تشتغل بقى اهي. بس خلاص خلص الكلام. معلقه الطحينه مع شويه عصير الليمون، خلطه اهي، مخرجنا الجميل الله يوفقك. السر في الخلطه دي كلها اهي: معلقه طحينه، عصير ليمون، بهاراتنا كمون وكزبره، وحطيت كمان شويه شبت اخضر شفناه مع بعض زي الفل. ما حطيتش زيت، خلي بالك في التتبيله. باخدوا المكرونه بتاعتنا السويس الحلوه دي كده زي ما هي اهي، بسقطها في الخليط ده كده، حلوه الصوره كده. معانا مخرجنا ربنا يبارك فيك اهي زي الفل. اخد المكرونه كلها، الخلطه بتاعت المكرونه اهيت، ما فيهاش اي زيت ولا اي ماده دهنيه حضراتكم شايفين. هقول تاني عشان الموضوع ده مهم جدا على فكره: حطيت معلقه طحينه، حطيت عصير ليمون، حطيت شويه شبت، شويه بقدونس في خلطه الخلاط تدي خضره وفليفر حلو، وحطيت الملح والفلفل والكمون والكزبره، ما تنسوش معلقه الطحينه هي سر الموضوع. هنجيب الدقيق بتاعنا ده، الدقيق اللي انا هحط فيه المكرونه بعد التتبيله. هتلاحظوا ان التتبيله المكرونه كلها شربتها. ايه اللي هتعمله في الدقيق يا عم الشيف بتاع المكرونه؟ احنا مع بعض خطوه خطوه. معايا سمسم، انا عايز المكرونه تبقى كريسبي ولطيفه وجميله. ادي السمسم اهوت، اللهم صل على النبي، بنحط سمسم كده ثلاث معالق، بنحط كمان شويه بابريكا على الدقيق، وشويه كركم. كركم مفيد جدا للجهاز الهضمي على فكره، بينشط الجهاز الهضمي. هناخد المكرونه بتاعتنا نقلب الدقيق مع السمسم مع البابريكا. حد هيقول لي دلوقتي يا شيف مغازي الله يسامحك، يعني عشان اقلب كيلو مكرونه احرق كيلو دقيق؟ يا عم اصبر عليا، اصبر على الحلو تاكله ايه، عسل زي ما بيقولوا. الدقيق ده انت بعد ما نخلص بنجهزه ونخليه عندنا في الباب بتاع الفريزر في كيس نايلون مقفول. وقت ما يهفنا المزاج نقلي مكرونه هنطلع الدقيق ده، وقت ما يهفنا المزاج نقلي سمك هنطلع الدقيق ده، وتخليه خاص لكده بس. هناخد الخلطه. نعم يا غالي، بيقول لي فين؟ مفيش اي ميه، خلاص مش شايف اي، اهو اهو ادي المكرونه اهي اهي اهي، احطها في الخلطه دي كده اهو، واسيبها بقى تعيش مع نفسها كده شويه، وبعدين اصطادها من الدقيق في الزيت. الموضوع لطيف وجميل وزي الفل. شيل ده من هنا، بسيبها بتاع خمس دقايق، عندي زيت غزير زي زيت الطعميه اللي بتقلي فيه الطعميه بالظبط. هناخدها بعد كده نحمرها في قلب الزيت واحنا مع بعض. بس في تركايه برضو وقت التحمير هقول لحضراتكم عليها: برشاش الميه اللي عندك بتاع المكوه، بتاع صغيره كده بثلاثه تعريفه، تحط فيها ميه وتخليها عندك كده، دي بتساعدك بتخلي لك السمك كريسبي، اللي هو ان احنا ننسم المقليات بعد ما نحطها في الدقيق، التنسيمه بتاعتها زي الفل يا عم الشيف. نشيل كل ده من ده، نشيل كل ده من هنا. المكرونه بتاعتي اهيت، رشيتها الرشاش شويه ميه كده وشفنا مع بعض. طب ايه، انا عايز بس قبل ما احط المكرونه في الزيت اقول سرين، او اقول حاجه، معلومه غير معلومه. المعلومه الاولى: معلقه الطحينه لما حطيتها مع خلطه السمك ثبتت الخلطه، ربنا يثبت اقوالنا على الحق ان شاء الله جوه السمكيه، حلو الكلام. رشه الميه اللي رشيتها للمكرونه
كمان بتخلي لي الخلطة الدقيق ماسكة في الجلدة بتاعت السمكة أو الغلاف الخارجي للسمكة، مش هتنزل في الزيت، يعني الزيت هنحمر فيه مرة واتنين وتلاتة وهيبقى زي الفل. هناخد المكرونة بتاعتنا نسقطها في قلب الزيت، أهو، اللهم صل على النبي، أهي، أهي. ونسيبها بقى تتحمر بالشكل ده كده. ما تقلبهاش، خلي بالك، تحمري بربوني، تحمري جمبري، تحمري مكرونة، تحمري أي سمك في قلب الزيت، بتاخدي 3 دقايق 4 دقايق من الوقت بتاعك بدون ما تقلبيه خالص، تسيبيه زي ما هو كده. زي الراجل بتاع الطعمية، أول ما بيحط الطعمية في الزيت ما بيقلبهاش، بيقعد يرمي طعمية لغاية لما يملي الطاسة وفي الآخر يقلبها براحة خالص كده علشان ما تفكش في قلب الزيت. زي أنا بعمل كده دلوقتي، أهو. مش هاجي جنبها، هسيبها واروح بعيد، اخد بعض وامشي من جنبها. خلي بالكم الحاجات اللي بقولها دي والحاجات الصغيره دي بتفرق كتير، بتكون بتلعب دور مهم جدا في نجاح الاكله بتاعتك. طيب مكرونه طلعت اهيت، هطلعها واسيبها كده تتلدن شويه، اهي مخرجنا الجميل زي الفل، بسيبها خالص والزيت بيسخن على الاخر، وهناخد بعضينا ونطلع فاصل. يبقى المكرونه خلاص على وشك ان احنا نقدمها، بس طبعا ان انا اطلعها من الزيت واخليها على جنب كده تركايه وبعدين انزلها، ده مهم جدا عشان تطلع معايا كريسب وزي الفل. بصفي ميتها، معانا الجمبري مع البصله والثوم على النار بيستووا بالشكل ده كده، معانا شويه بشاميل جاهزين زي الفل، دقيق وزبده وحليب، وهنعمل دلوقتي المكرونه نجرسكو. ولكن هستاذن حضراتكم، هطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف تركات واسرار عمل اكلات بسيطه وسهله غير مكلفه. اوعى تروحوا بيه. شوف المكرونه الماليه دي بهديها لكل بتوع اسوان، الناس الطيبين اللي انا بحبهم. مش محتاجه يا فاروق، مش محتاجه، دي فستق مملع. شفت المكرونه طالعه ازاي؟ اللهم صل على النبي، مسكت لزقت في بعضيها، سايبه من بعضيها، واحنا على عينك يا تاجر، كله على عينك يا تاجر. زي الفل، فيها السمسم، فيها الخلطه، فيها اللطافه، فيها البساطه. هنقدم المكرونه دي كده، ممكن نعصر عليها عصرة ليمون وهي طالعة من قلب الزيت، تبقى لطيفة وجميلة زي ما انت عايزة.